صباح الهنا والسعادة، صباح الخير، صباح النصر، صباح جميل على كل الأهلوية في كل مكان في العالم. يا رب دايما أيامنا تبقى حلوة ونبقى كلنا سلام، يعني نفسيا وبدنيا، ومحدش فينا يعيا ومحدش فينا يتأثر بأي حاجة يعني وحشة أو سلبية في الحياة. يا رب دايما كده تبقى صحتنا كويسة ونفسيتنا كمان كويسة جدا. صباح الفل يا كريم. صباح الفل عليكي، نورتي الدنيا وحشتينا بشكل ملفت للنظر. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ لا بس الحمد لله، لا فرق السماء من الأرض. اليومين اللي فاتوا كان الصوت صعب قوي، امبارح كان صعب جدا. انا ريحت بقى امبارح، خدت بنصيحه مخرجنا طمان وقال لي ما تتكلميش بقى على قد ما تقدري. فعلا الحمد لله شربت حاجات سخنه فالصوت رجع مره تانية. عشان كده كنا دايما بنقول مع دكتور محمود خلوا بالكم جدا، الفتره دي ممكن يحصل فيها يعني اي حاجه تحصل، يعني مش لازم دور برد بس ممكن اي حد يصاب يعني، فنخلي بالنا عشان التقلبات الجويه دي طبعا صعبه. انا بس قبل ما ابدا اسمح لي ان انا يعني في عجاله اشكر بجد كل الناس اللي سالت عليا، والله انا ما كنتش متخيله كم يعني الرسائل والكومنتات والادعيه اللي الناس قالتها لي بجد، سواء على تويتر او السوشيال ميديا او حتى يعني بالمكالمات او الرسائل. انا بجد والله انا عاجزه عن الشكر، بشكركم جدا جدا، وخصوصا جمهور الاهلي اللي على السوشيال ميديا، الناس اللي بتحبك من قلبها يا كريم، مش عايزه منك حاجه يعني، هي بس بتدعي لك وبتحبك كده من غير حتى ما تقابلك على المستوى الشخصي. ربنا يخليكم لينا، وبجد مره ثانيه شكرا جدا جدا لكل الزملاء وكل الناس اللي سالوا عني طبعا، وانت اولهم. الحمد يعني لله على سلامتك، نورتي المنطقه كلها مش بس الاستوديو. اهلا بيكي مره ثانيه النهارده درجه